هلو. أول شيء بدي قبل ما بلش أقول لمرتي happy 5 months anniversary. 5 more to go. كان صار لي 11 سنة مع صاحبتي. من سنة ونص قررنا نخطب لنتعرف على بعض ونبلش نظهر سوا من عشية. تخيلوا معي من 11 سنة لما تعرفت عليها كانت هي طالعة من المدرسة من الفرصة وأنا ناطرة على باب المدرسة. كنت كمان محشور بدي فوت على الحمام. وصلت قدامي تم كوبين طلعت فيها قالت لي نو. طلعت بصاحبتها حدا قلت لها تم كوبين قالت لي وي هيدي هي مرتي. تطور القصص بيناتنا. من سنة ونص عملت بروبوزل بروما بمطعم 12 اتوال ميشلان 16 ويتر على الطاولة ديسير. بي ساعدني دفع أولى ودفعت الباقي تقسيط مريح بنك عودة. جايز كنت عم برجف. كان بدي المشهد يكون مثل الفلومة. كان في واحد عم يدق أكورديون، واحد محضر حاله تيفتح البيك شامبين، وأنا بهاللحظة ركعت. كنت عم برجف. طلع حياتي تتجوزيني. طلعت فيي قالت لي بليز اللي في حدا عم بيصور. جايز ما كنت حاضره هالمشهد من قبل بولا موفي. سو رجعت تذكرت انه اصحابنا عملوا بروبوزل من جمعه وجابت الصوره 850 لايكس على فيسبوك. ثلاث ايام ما شفنا شيء من روما. جبنا سوشيال ميديا اكسبرت، حكينا مع انفلونسرز، اشتغلنا على الهاشتاج لايكس فور لايكس، لاف فور لاف. اشتغلنا على حالنا ثلاث ايام جابت الصوره 1200 لايك. لانه امي عملت لها شير على بيج الاخويه. مع كابشن يقبرني رح صير تيتا. anyway قلنا خلينا نبلش بتحضير العرس. تحضير العرس بلبنان very challenging. رحنا على معرض الاعراس. شكله في كتير عالم رايح على معرض الاعراس. رحنا على معرض الاعراس على ويدنج فولي. وصلنا عند الويدنج بلانر قلت له بدنا نتجوز. طلع بخطيبتي قال لها كم حصان؟ قلت له سوري؟ قال لي كم حصان عايز للانترنس؟ قلت له نحن بالاساس كانت الفكره نتجوز مش نقتحم طروادة. قمت قلت له بتعرف عم فكر بلاها فكره الاحصنه حسيتها مش كتير ظابطه. انا رح احمل العروس وفوت فيها على العرس. قال لي واو كتير دارجه العروس تفوت على حمار. سو بعدها غيرنا راينا قلنا بلاها هيدا المشروع. كل اصحابنا قالوا لنا احسن تتجوزوا بقبرص. قبرص ارخص احسن ما بتجي كل العيله. خطيبتي صار بدها تاخذ الفلوريست من هون الفوتوغراف من هون. عندها خمس عمات ست عموم
كلهم بدهم يكتروا المسيحيين بالشرق جايبين بين 5 ل 6 ولاد. قرروا كلهم يجوا على العرس على قبرص. سو ارتقينا سنس كلهم حجزوا وبدهم يروحوا على العرس على قبرص. ليه ما بنعمل العرس هون؟ بس خطيبتي على جبل ويدنج بلانر اللي هونيك صار بدها تجيبه لهون. anyway, تلخيص مفيد عن شو صار اخر 11 سنه بحياتي انه اصحابنا عملوا بروبوزل امنا عملنا بروبوزل، اصحابنا خطبوا امنا خطبنا، اصحابنا تجوزوا امنا تجوزنا، اصحابنا صاروا بريجننت هلا عم نغير اصحاب. غير هيك بالعرس ما في شيء تغير، بعد العرس ما في شيء تغير. كنت انا كثير حب احضر ناركوس، الشابو، بريكنج باد، بس هلا نحن ككوب نحن ككوب قررنا نحضر جوسب جول. كنت حب اعمل كل تلاتة كيك بوكسينج. هلا كل نهار سبت نحن ككوب عم نعمل اكوا جيم. ان اي دو اي ان. غير هيك ما في شيء تغير من جمعة. مرتي كان عندها جيرلز نايت اوت. باي ذا واي حسيت كترو شوي كثير هالجيرلز نايت اوت من اول ما تجوزنا خاصة مع اصحابها الشباب. كان عندها جيرلز نايت اوت. انا كان نهاري الوحيد يلي طالع عبالي فيه خلص ناركوس واعرف شو بيصير بالاخر مع بابلو اسكوبار. اوكي بيموت سوري. بس كان هيدا كتير همي اعرفه. واذ بدق التليفون رقم غريب ما بعرفه. باخد التليفون مرتي. جون سرقوني. قلت لها حياتي شو سرقوا؟ شو سرقوا لك؟ قلت لي جون سرقوا لي الساك يلي انت جبت لي اياه، التليفون يلي انت جبت لي اياه كادو على نويل، والكريدت كارد تبعك. قلت لها حياتي هن مينلي سرقوني لإلي ما سرقوك لإلك. انا استعجلت وقلت بدي انزل اون سايت تشوف شو عم يصير. سو انا ونازل استعجلت وكنت كثير واثق من حالي بعد كرات الاكوا جيم. سو اخذت التليفون دقيت على الرقم، دقيت على رقمه لانه كان مسروق. سو دقيت لها الو يلي عم يسمعني انا بدي فاوض، رد الساك خد مرتي. قال لي بونسوار مسيو اشقر، بنعتذر على الباد اكسبيرينس يلي واجهتها معنا خلال السرقه. مين رودستر؟ واو. قال لي سوري بس لاشرح لك شو البوليسي عندنا بالشركه. قلت له تفضل. قال لي بتاخد 600 دولار تنزل على الضاحيه على ترومبا اسمها درب السيم، في 2 مسلحين لابسين اسود، في وراهم جيبين سود، في بنايه سودا، مكاتبنا رابع طابق. قلت له سوري بس انه ما فينا نتلاقى ابيسي اشرفيه فونتين. قال لي لا ما فينا. قلت له اتس فاين، خلينا نكمل بالبوليسي العادية. سو نزلت عند الدرك. وصلت عند الدرك قال لي عندي خطة كتير منيحة لإلك. قلت له تفضل. قال لي سنس انت عم تحكي مع الزلمة وسنس بتعرف هو وين وسنس معك رقمه وسنس بيعرف سيارتك، ليه ما بتنزل انت
وانت وعم تعطيه الغرب نحن بنطب. قلت له صراحة حضرها بناركوس سيزن 1 وبيموت الزلمة بالآخر. قلت له إذا أنت هالقد واثق منا للخطة ليه ما بتنزل أنت بسيارتي وبتحكي للزلمة؟ سو فعليا نزل هو ونتيجة النهار انسرق لنا تليفونين وسيارة. anyway بس جايز أنا ما بستسلم، بعدني واثق بهيدا البلد، بعدني واثق إنه هيدا البلد واقف على كل واحد بيناتنا. نحن الأمل ونحن الجيل اللي طالع. أنا عندي شركة صغيرة، عندي 6 فروع، 29 تيم ممبرز، واثق إنه البلد رح يتغير. أنتربرونور صار لي 6 سنين عم بفلح، ومن 6 سنين بيي دايما بيعرف كيف يحمسني. كل يوم الصبح من 6 سنين لهلا بيي دايما حدي، دايما سبورت. صار له 6 سنين كل يوم الصبح عنده نفس السؤال: جون ليه ما بتقدم على الأمن العام؟ باب ليه بدي أقدم على الأمن العام؟ ودايماً عنده هيدا التون هو ذاته: جون ناقصنا مسيحيين بالدولة، أكلونا. من جمعة بيي قال لي: جون أنت طالب من عند علي إكسترس؟ قلت له: إيه باب، شو في؟ قال لي: ليه ما بتنفي عالم من مناطقنا؟ ايه مصيبة بي، ايه بعرف بعرف ايه. قلت له باب لانه صراحة اخر مرة طلبت من عند زوزو اكسبريس كان بس عنده رجيل. anyway سوري هيك مبين علي شوي تعبان، عامل جيت لاج، كنت بقبرص. لا عم بمزح، كنت بسنغافور من شهر. لا اكشلي عن جد، هلا الخبريه عن جد، كنت بسنغافور من شهر عم بعمل اونلاين كورس. بس عن جد على خبرية. سو كنت بسنغافور، خلص بدي اخبركم مضبوطة برومي. كنت بسنغافور اوكي هلا اوكي، كنت بلبنان. كنت بلبنان عم بعمل اونلاين كورس، والكورس كان هو بسنغافور، انا كنت هون. كان اونلاين كورس، طلب منا البروف نعرف عن حالنا على الاونلاين فورم. سو فتت على الاونلاين فورم وكتبت: هلو ام جون تيرورست كومينج فروم لبنان، ها ها ها. في اكد لكم انه ما كان في اجواء الها ها ها بسنغافور. بعدها بجمعة وصلت على سنغافور كرمال نكمل الكورس. صرت على سنغافور سوبر محمس، فاينلي بدي اتعرف على بلد جديد. صرت على سنغافور لقيت كل العالم بالمطار عم تطلع فيي بطريقة غريبة. قلت ولا هيدا سوقي. وصلت على التشيك بوينت، قالت لي: your passport please. وهون طلعت لها هيدا الباسبور اللبناني يلي بنكون معلقين فيه باسبوراتنا لقدام لما نضيع شي من انجازات الفيز يلي حققناهن. سو فعليا اعطيتها بوتي روبير جونيور. طلعت فيها قالت لي: where do you come from؟ وهون بيطلعوا فيكم هول الاغاني الوطنيه: قلن انك لبناني. بس طلعت لقيت الفايبس بيني وبينها كثير منيح. سو طلعت فيها قلت لها: why do you want to know؟
سو أخذت باسبوري عملت هيك He's here. أنا كنت بموت. I'm here. Guys, كان هيدا آخر شي بتذكره. طبوا علي أمن الدولة، أمن المطار، أمن العام، أمن الحزب. طبوا علي وحملوني بهالمطار. أنا كنت بموت. حرية، 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 حرية. مهم جابوا الكلاب يلي بيفتشوا الشنط قالوا لي your bags please your bags please your bags please راح وقفوا كل الشنط بالمطار فتحوا لي شنطه امي بعتي معي كبه بلبنيه وطلعت ريحه التوم بهالمطار وطلعت ريحه التوم بهالمطار لدرجه الكلب يلي عم بيشم الشنطة راح عند العسكري قال له سوري بس هيدا الشاب بيتر مش دارسينه بلشوا معي تحقيق قالت لي سير What's your relationship with ISIS؟ قلت لها ليك صراحة صراحة يعني كيف بدي اقول لك يعني كوزان دوزيام دوغري يعني امي وامه واولاد العام ما عزمناهم على العرس جاز بس صراحة عندي تروما السفر من انا وصغير بتذكر بال 2001 ب 9/11 كان كل العالم خايف رحت انا وستي على لندن وكنت انا صغير وهي هيك مهديتني بايدها وصلنا على المطار ستي ضايعة مش عارفة الله وين حطتها وصلنا على مطار هيثرو بركي من أكبر مطارات العالم وصلت ستي عيطت شافت بوليس عن بعيد قالت لها يو بوليس كم هير اجت البوليس يس مادم طلعت فيها ستي قالت لها هير لندن قالت لها البوليس يس هير لندن ستي ما كانت أكيدة طلعت بالبوليس قالت لها look to my eyes هير لندن قالت لها البوليس يس هير لندن قامت ستي لتقلها مرسي للبوليس 9/11 كل العالم مبانكين وكل العالم مكهرب أخبار الإرهاب قامت ستي عطيتها كادو للبوليس صورة مرشربيل أخذتنا 3 ساعات تحقيق. Where do you know this guy? Where do you know this guy? ستة عنية. عنية. A very famous saint. Do you want some oil? بس جايز عن جد كان عندي تروما السفر رجعت لسنغافور بعد 7 ساعات تحقيق بسنغافور اجت قالت لي سير you're free to go قلت لها thank you so much for this very professional investigation the best one I ever had قالت لي you mean you had other investigations before يا حمار Sir, we need to keep you a couple more hours So, بعدين بعد ساعتين اجت قالت لي Sir, you're free to go أنا براسي جان سيدنياك سيدنياك ولا كلمة دلك طالع دلك طالع قالت لي Sir, you're free to go We need to keep your passport But no worries We will give you a paper that your passport is being held by the police قلت لها واو I never had such a paper before وصلت على الأوتيل قال لي sir your passport please قلت له I don't have my passport but no worries I have a paper that my passport is being held by the police قال لي sir I cannot do your check-in but no worries
I have to call the police. So رجع دق للبوليس واجوا البوليس ورجع حققوا معي. رجعت قلت لهم thank you واعطيتهم صورة مار شربيل. Thank you so much. كان معكم جان أشرف.